يقول فضيلة الشيخ في السؤال الأول: حج هو وأهله وكانت إحدى النساء معه حائض، فأكملوا المناسك، فضيلة الشيخ ماذا يلزمهم؟ إذا كانت طافت طواف الإفاضة أو طواف العمرة وهي حائض فإن طوافها غير صحيح، وبالتالي إن كانت العمرة فلا بد من الذهاب إلى مكة وإعادة العمرة بطواف وسعي وتقصير، وهي باقية على إحرامها منذ أحرمت في الوقت الأول. وكذلك إن كان الطواف طواف الإفاضة فإنه ركن من أركان الحج، فلا بد أن ترجع إلى مكة وأن تؤديه على الوجه المشروع، لأنه ركن ولا يتم حجها إلا به، ولو طال الوقت ترجع تأتي به إكمالا لحجها. نعم.